بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم نور الحق. النهاردة هنقدم لكم تشكيلة عربيات سوزوكي فان، عربيات فابريكا برة وجوه، بمعنى كلمة فابريكا برة وجوه وحتة من الممنوعات. هنقدم لكم النهاردة 3 عربيات موديلاتهم مختلفة وأسعارهم حنينة جدا، وعلشان ما نطولش على حضراتكم تعالوا نخش في الموضوع على طول. اول عربية معانا النهاردة موديل 2013، عربية فابريكا برة وجوه، بمعنى كلمة فابريكا برة وجوه. العربية مرور مدينة نصر وفيها رخصة سنة ومنزيل، وهي مع شخص واحد بس. حتة من الممنوعات، حتة من الممنوعات زي ما احنا بنقدم لكم على طول. الصدر زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، لا سندة بالايد ولا خربوش ولا خدش ولا الهوا، زيرو زيرو، بمعنى كلمة زيرو. يعني القايم اليمين بالذنب بتاعته بالمضرب فاصل القايم، حتة من الممنوعات. القايم الشمال بالذنب بتاعته بالمضرب فاصل القايم، فابريكا فابريكا، بمعنى كلمة فابريكا. يعني ادي الجنب اليمين زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، 4 فرد كاوتش زيرو، طقم جنوط اندونيسي اصلي. العربية مفيش لوح اللي اتغير فيها، موديل 2013، سليمة سليمة، بمعنى كلمة سليمة. يعني موديل 2013 زي ما احنا شايفين كده على الازاز من الزير، وهي مع شخص واحد بس. ادي الجنب اليمين من ورا، الشنطة زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، لا خدش ولا خربوش ولا الهوا. قطرة خلفية. الجنب الشمال من ورا، 4 فرد كاوتش زيرو، طقم جنوط اندونيسي اصلي. مفيش لوح اللي اتغير في العربية. العربية فيها مكنة وعفشة وآلة جر 200%، المكنة متحلش منها مسمار واحد. العربية من الزيرو، وهي مع شخص واحد بس. موديل 2013 على الازاز، لا سليمة. عربية موديل 2013 كسر زيرو. ادي الجنب الشمال من قدام تمام التمام. تعالوا بقى نبص على العربية من جوه. دواسة فرنساوي في الارضية زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، كسوة جلد للكراسي بكياسها، فرش في السقف والجناب، وضع الفابريكا. عربية ماشية في العداد بتاعها 66,000 كيلومتر، تسجيل بواسطة USB. قلنا ان العربية من الزيرو وهي مع شخص واحد بس. موديل 2013 المقدم بتاعها 50,000 جنيه بس، سليمة. نخش بقى على العربية التانية اللي معانا النهاردة، عربية موديل 2014، فابريكا برة وجوه، بمعنى كلمة فابريكا برة وجوه. ادي الصدر زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، لا سندة بالايد ولا خربوش ولا خدش ولا الهوا. القايم اليمين بالذنب بتاعته بالمضرب فاصل القايم، فابريكا. القايم الشمال بالذنب بتاعته بالمضرب فاصل القايم، حتة من الممنوعات. الجنب اليمين زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، 4 فرد كاوتش بحالة الزيرو، طقم جنوط اندونيسي اصلي، طقم كارتلات كامل في العربية، طقم عتبي يمين وشمال. العربية مفيش لوح إزاز واحد اتغير فيها، من الزيرو وهي مع شخص واحد بس. العربية موديل 2014 مرور مصري الجديدة، ومن الزيرو مع شخص واحد. ادي الجنب اليمين من ورا زي ما احنا شايفين، الشنطة خدوش بسيطة بس، انما العربية سليمة. الجنب الشمال من ورا قلنا 4 فرد كاوتش بحالة الزيرو، طقم جنوط اندونيسي اصلي، طقم كارتيرات، طقم عتبي يمين وشمال. مفيش لوح ازاز اتغير في العربية. العربية فيها مكنة وعفشة وآلة جر بحالة ممتازة جدا. المكنة من الزيرو مع صاحبها، متحلش منها مسمار واحد. العربية حتة من الممنوعات، حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات.
ادي الجنب الشمال من قدام. تمام التمام سليمة. نبص بقى على الدواخل من جوه. دواسة جلد في الأرضية، كسوة جلد للكراسي عمولة، فرش في السقف والجناب عمولة، عربية كاملة موديل 2014 كاملة، وسعرها حنين جدا وماشية في العداد بتاعها كيلومترات قليلة جدا، وتسجيل بواسطة USB. العربية موديل 2014 من مصر الجديدة من الزيرو مع صاحبها، سعرها في الكاش 89,000 جنيه بس. 89,000 جنيه بس. العربية الثالثة اللي معانا النهاردة موديل 2015 مرور الوراق، عربية فابريكا بره وجوه، بمعنى كلمة فابريكا بره وجوه. الصدر زي ما احنا شايفين كده، لا سندة باليد ولا خربوش ولا الهوا. القايم اليمين سليم، القايم الشمال بالذنب بتاعته بالمضرب فاصل القايم حتة من الممنوعات. الجنب اليمين زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، اربع فرد كوش وضع المصنع، طقم جنود حديد، طقم عتب يمين وشمال. العربية موديل 2015 ومفيش لوح ازاز واحد اتغير فيها من الزيرو، وهي مع شخص واحد بس، وسعرها حنين جدا. موديل 2015 مرور الوراق. الشنطة زي ما شفنا كده، ادي الجنب الشمال قلنا اربع فرد كاوتش بجنوطهم، وطقم كارتلات كامل، وطقم عتب يمين وشمال. ادي الجنب الشمال من قدام. تمام التمام. نبص بقى على الدواخل من جوه. دواسة فرنساوي في الارضية زي ما احنا شايفين، كسوة جلد للكراسي عمولة، فرش في السقف والجناب عمولة. الصالون الله اكبر يعني. تسجيل بواسطة USB. العربية ماشية في العداد بتاعها كيلومترات قليلة جدا. موديل 2015 مرور الوراق من الزيرو، وهي مع شخص واحد بس. سعرها في الكاش عاملة 85,000 جنيه بس. عربية فابريكا بره وجوه، سعرها في الكاش عاملة 85,000 جنيه بس. ياريت لو في اي استفسار او اي سؤال تبعتولنا في التعليقات، او تبعتولنا على الواتس على رقم 0155-34-0900. كان معكم اخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.